من الصفر يا اخوان الى حساب اسطوري. وهذه يا شباب الحلقة الرابعة. في الحلقة اللي راحت سويت تصويت يا اخوان، خيرتكم بين اني اكون انسان غني واسوي جروب او اني اكون انسان فقير يا اخوان وما يكون عندي روبوكسات. 3200 شخص علقوا وصوتوا، اكثرهم نسبة 91% قالوا عيسى كون غني وارتاح وجمع روبوكسات الارض، وهذا الشيء اللي انا راح اسويه في هذه السلسلة. ومن حقك عزيز المتابع اذا انت تشوفني ان الكودات شغالة وان اول واحد ياخذ الكود هو يستاهلها، حطيتها في الحلقة رقم 3. وهذه الكودات بالمقطع اللي تشوفه قدامك الان انا قاعد اشتريها، حلو؟ راح تشوف هذه الكودات في المقطع، وين متى شلون الدقيقة والله ما ادري، لكن هذه الكودات انا اشتريتها من ستي سي بي زي ما تشوفون. حلو، سعر الكود 37 ريال يا اخوان ونص، اشتريت 3 كودات. بما ان المقطع اللي راح زادوا فيه يا اخوان 1050 شخص، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وصدقوني كل ما تضبطوني اكثر في هذه السلسله والله ثم والله اني ما راح اقصر معاكم. ضبطوني بالاشتراكات، ابشروا بالكودات، وفي اشياء كثير راح تشوفونها في الحلقات الجايه باذن الله من هذه السلسله. راح اكثر عليكم كلام، اشتركوا انتم مشتركين، وبسم الله يا اخوان نوصل لفل 200. في بداية الحلقة يا اخوان راح اوريكم سكنين المقطع اللي راح، هذا سكنين المقطع اللي راح. وزي ما قلتوا يا اخوان عيسى سوي جروب جديد، الجروب الجديد راح تحصلون فيه كل سكنات يا اخوان، ومن ضمنها السكن الجديد اللي انا راح اختاره الان من روم الديسكورد. حلو، قبل ما ابدا الحلقة خليني اروح اختار سكن روم الديسكورد. طيب يا اخوان هذا سكني الجديد، هذا سكني الجديد اللي سويته بروبوكساتكم يا اخوان. انا ما معي روبوكسات كثير، حرفيا معايا 186 روبوكس، اخذت منها 20 روبوكس صار 166. وهذا الجروب اللي ظاهر قدامكم يا اخوان فيه 4 سكنات، سكن الحلقه الاولى اللي هو متابع سكن الحلقه الاولى والحلقه الثانيه والحلقه الثالثه والحلقه الرابعه اللي هو هذا. السكن ما توقعت انه راح يطلع فخم، السكن مره حلو يا عيال، السكن من المتابع مستر كرو. ابغاكم تضبطوني، نفسي اوصل هذا الحساب يا اخوان 20,000 روبوكس، يكون معايا 20,000 روبوكس واوريكم اياها يا اخوان بالدلائل اني انا قدرت، اني انا قدرت اتحول من انسان فقير ما عنده روبوكسات الى انسان غني 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 عنده 20,000 روبوكس. فضبطوني تكفوني يا اخوان، ضبطوني اشتري سكناتي، وراح تحصلون الرابط في التعليق المثبت. حلو، نقول بسم الله على بركه الله يا اخوان نبدا التلفيل. يو هذا شيخ زورو، هذا شيخ زورو، اوه ما جاد اوه ما جاد، ستريم سنايب يا اخوان، انا بموت ترى والله والله اني بموت يا اخوان، والله اني بموت من ستريم سنايب. يعني تخيلوا انا لسه في البدايه لسه ما لفلت. ستريم سنايب تعال شيخ زورو، كل فاكهه الحب، طلعني طلعني فوق طلعني فوق طلعني فوق. شو رايكم المقطع ذا الشيخ زورو يساعدني؟ تكفوني يا شباب، كله 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 يا اخي شيخ زورو، والله انه رهيب، والله والله انه رهيب، والله تعال تعال يلا يلا طلعني 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 فوق طلعني طلعني يلا يلا. الله تذكرون يا اخوان، تذكرون يا اخوان. طب الحين انا وين رايح؟ المهمه من وين؟ فين المهمه؟ والمهمة فوق. العب يا الله، ذكريات يا اخوان، والله ذكريات، ياه والله قديم، ذكريات ذكريات حلوة. يا يا جزيرة السماء، لا 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 اطلع 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 اطلع. هذا مستر كرو يا اخوان، مستر كرو تعال 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 تعال، مستر كرو تعال 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 يا اخوان، مستر كرو لابس سكني، لابس سكني الرجال من سلسلة الرجال. والله شكرا مليون على التضبيط مستر كرو، والله من شكرا مليون، شكرا مليون، الله يسعدك سعادة أبدية يا اخوان. مستر كرو الرجال من سلسلة الرجال، وغني من سلسلة الأغنياء. حلو، لابس سكني يا شباب، لابس سكني، والله شكرا، والله شكرا. اوكي 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 يلا يا شباب ناخذ المهمة ونبدأ نلفل ونبدأ نتعذب يا اخوان، نبدأ نتعذب في التلفيل، التلفيل الخايس ذا. حلو، عندي 2 من المتابعين، ايش رايكم يساعدوني في المقطع ذا؟ والله والله ودي يساعدوني والله. اوكي بس في المقطع ذا، بس في المقطع ذا يساعدوني، يساعدوني في التلفيل، تعرفون التلفيل خايس خايس ومتعب. حلو يا عمري يا عمري، معرقين معرقين عرق الارض، معرقين عرق الارض. حلو خلينا ننتظرهم خلينا ننتظرهم خلينا ننتظرهم. اوكي بس 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 حلو نايس. بلفل بسرعه يا اخوان اوصل لفل 110 بعدين اسوي فعاليه لكم. يلا خلينا 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 نشوف يا اخوان، خلينا نشوف. اشيخ زورو ممكن دقيقة، الله
سويت المهمة. سويت المهمة. روح 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 فوق بحظي. تعالوا لي تعالوا لي تعالوا لي. هذه فعلية يا اخوان، هذه فعلية على بال ما... كيف تصريف يا اخوان؟ صرفتهم يا شباب، صرفتهم عشان الف على كيفي. تصريف يا اخوان. انا اسف انا اسف يا اخوان. الله اني اسف والله، الله اني اسف. انا خوفي الحين المتابعين يجوني كلهم يا شباب. اذا جوني المتابعين كلهم ابى انصدم والله. مستر كرو انقلني فوق، انقلني فوق مستر كرو، ممكن تنقلني فوق. اسعد دينك يا مستر كرو. مستر كرو يا اخي الفزعه. التلفيل اليوم راح يكون سهل، المقطع ما راح يكون صعب علي مره 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 مره، ما راح يكون صعب علي، ما راح يكون صعب علي. ليش؟ لان معي المتابعين. هذا شيء حلو، هذا شيء مره رهيب. اوه اذا وصلت ليفل 110 راح اعرض لكم خيارات هذا المقطع، وانتم اكتبوها لي في التعليقات. حلو، اسوي هذا الشيء ولا اسوي هذا الشيء؟ تمام. قل عم الوناسه والله، والله دائما اقولها لكم، والله دائما اقولها لكم يا اخي. اللهم لك الحمد على نعمه يا شباب محبه الناس. شعور مره حلو ان الناس تساعدك، شعور مره رهيب يا شباب. تخيل في واحد يدمج وفي واحد ينقلني، اجي خزوره يدمج والثاني ينقلني، والله شعور شعوره شعوره مره حلو. مستر كرو مستر كرو، يلا 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 مشينا مشينا. مستر كرو يا معرق مشينا يا اخي. والله شعور شعور رهيب ان عندك متابعينك يساعدونك يا اخي. الله يسعدكم والله، الله يسعدكم. التلفيل راح يكون سهل، تخيلوا لفلت 5 ليفلات ما تعبت، ما تعبت ابدا 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 ما تعبت، شعور مره ايزي. طيب حلو حلو. ها وصلت ليفل 157 بالسرعه ذي. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. شعور 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 يا اخوان. انا قاعد احس بالسعاده الاول مره في حياتي بالسلسله ذي اصورها وانا مبسوط يا اخي. انا سعيد اقولها لكم، انا مستانس. واحد يدمج والثاني ينقلني. مستر كرو يلا يلا مستر كرو مستر كرو انقلني انقلني فوق انقلني فوق. يسعد دينك يا مستر كرو. المفروض اني اتعذب خصوصا في السلسله ذي، خصوصا في المنطقه ذي سكاي. تعرفون انا نوب ولازم اطلع من الزحليق بعدين انزل تحت، يعني السالفه تعب، السالفه فيها كميه عذاب يخوف يخوف، وانتم بتعرفون ذا الشيء. التلفيل في بلوكس فروت يجيب الهم والاكتئاب يا اخوان والحزن، بس انه مع المتابعين صار شيء سهل. اتوقع يا اخوان لو ذبحت هذا راح اوصل ليفل 100. لو وصلت ليفل 100 ليفل 160 يا شباب، جاء الوقت اللي راح اعرض فيها خياراتي في هذا المقطع. ايش رايك؟ جاء الوقت اللي راح اعرض فيها خياراتي في هذا المقطع يا شباب. في المقطع الجاي ايش تبغوني اسوي؟ انا فكرت هل السلسله تسهل علي مره 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 يا اخوان، واجيب المتابعين يلفلوا لي زي ما انتم شايفين، او اني اتعذب والفل حالي. صراحه تكفون يا اخوان، تكفون تكفون تكفون. خلوا المتابعين يساعدوني، والله اني دائما اتعذب في التلفيل واكره التلفيل مره مره مره. فانتم حددوا هل المتابعين يساعدوني ولا يا شباب اتعذب ولف لحالي. اكتبوا، والشيء اللي تكتبونه اتاكدوا 100% اني انا راح اسويه. الحين بحاول اني الف لبوصل لليفل 170، اذا وصلت لليفل 170 راح افتح فاكهه بحظ المتابعين يا شباب. حلو، اعلى تعليق جاب عدد لايكات وراح افتح فاكهه بحظه. حلو، ويا رب ان حظه يكون رهيب، يا رب ان حظه يكون اسطوري، لان في المقطع اللي راح زي ما تعرفون ايش طلعنا فاكهه؟ طلعت لنا فاكهه، اقوى فاكهه طلعت لنا اللي هي الفينكس، يعني فاهمين انتم؟ الفينكس يعني يا رب انها تطلع لي فاكهه اقوى. تخيلوا. اه نوب، هذا نوب. طيب واحد 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 مستر كرو، خليك بس تنقلني مستر كرو، بالله انقلني بس يا اخوان. شوفوا هذا قاعد يتعذب في التلفيل يا اخي، والله حرام والله اني اسف يا اخي. الحمد لله الحمد لله والله دائما الحمد لله يا اخي. الله يسعدكم يا اخي والله، الله يسعدكم. في المقطع اللي راح يا اخوان قريت تعليقات المتابعين، كانت في تعليقات مره كثير وخيارات مره كثير، والمتابعين قاعدين يقولوا لي عيسى سوي كل شيء. مثلا عيسى اشتري يعني وشاح. يا اخي ما اقدر اشتري وشاح يا شباب، ما اقدر الا ما تقولوا لي، لما يكون خيار في هذه السلسله يا شباب. وممكن احط خيار يعني في مقطع من مقاطعي، والله ما ادري يا شباب، لان في وشاح زباله تذكرونه، وشاح زباله مره رهيب انا اتفائل فيه، لانه يعني يحسسك انك نوب، يحسسك انك مره رهيب يا شباب. لكن هذا متى؟ راح يكون في حلقه من الحلقات اني اجيب جميع اسرار العالم الاول، من ضمنها سيف شانكس، من ضمنها يا اخوان اذبح وياجي، بذبح وياجي، وياجي كرهني في حياتي يا اخوان في المقطع اللي راح، قوي بزياده عن اللزوم، معرق بزياده عن اللزوم. مستر كرو يلا طلعني مستر كرو. المتابعين تكفون 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 ضبطوني تكفون تكفون.
خلي المتابعين يساعدوا، تكفون الله يرحمهم يعني. لو تشتركون في القناة والله يا شباب عشقكم عشق الأرض. على كل 300 متابع تدرون هذا كود أبلعوا، ذا أول كود عبد الرحمن. هنا تحط كود، حط كود بالخط العريض، بالخط العريض كذا. هذا إذا اشتركوا في القناة. وإذا وصلنا والله يا شباب، إذا وصلنا 3000 مشترك راح يكون في 10 أكواد حرفيا. أنا راح أطفر حرفيا في السلسلة دي، أنا قاعد أطفر لعيون شيء واحد، لعيون ضغط الاشتراك. اشتركوا بليز يا شباب، بليز نبغى نوصل 200,000 مرة بسرعة. طيب زي ما تشوفون جمعت 60 نقطة، جمعت 60 نقطة والله يا شباب ما طولت، حرفيا أخذت ممكن ثلاثة، ممكن والله يا شباب ممكن أخذت 10 دقائق لأن المتابعين ساعدونا. في فاكهة رسبنت، روح رجيبة ضبطني مستر كرو. البوم شباب اليوم حظي يا أخوان عبارة عن عطبة أبدية مستمرة لا نهاية. راح تشوفون في الحلقة دي إذا طلعت لي فاكهة واحدة مي عندي أنا راضي، والله إني راضي. راح تشوفون وصلنا 170 يا أخوان، جاء الوقت اللي أفتح فيه فواكه بحظ المتابعين يا جواب. عندي مستر كرو بليز نقولني وين، نقولني الغابة. التنقل سهل والحياة حلوة مع المتابعين، الحياة حلوة. آخ يا رب يا كريم انكم تضبطوني بالاختيارات صراحه. انتم ما انتم مقصرين يا جواب بالاختيارات، بس والله يا جواب يا اخوان راح افتح فاكهه بحظ واحد اسمه مره صعب. يقول لي يا رب عيسى انك تسوي، يقول لي عيسى سوي جروب عشان ايش، عشان تحط فيه سكنات المتابعين يقدرون يشترونها يعني بكل سهوله. هذا الشيء انا اتفق معاكم، الحمد لله ان الاختيار كان مره كويس واني انا راح اسوي جروب، وحظك مره سيء طلعت سبرينج. انا قلت لكم والله اليوم حظي تعبان وراح تشوفون. سبرينج عندي طبيعي. يقلع ام الحزن، بروح الفل بكمل تلفيل، بروح اكمل تلفيل. مستر كرو نقولني مستر كرو يسعد اهلك يا مستر كرو. اسمه دقيقه، هنا مستر سور ديلر، هذا اللي بيع ايش، هذا اللي بيع سيف اوياجي، بس يقولون سيف اوياجي غالي يعني مليون. راح اشتري هذا، بحاول اني في المقطع هذا اشتري ب400، بحاول يعني قدر الامكان. سيف اوياجي مليون والله كثير مره حلو، ابشتري ب400 ما ادري شنو بس ابشتري. يا رب نقصتني 200,000 يا ولد. هذا سيف يا اخوان اتوقع الكوتسني، والله ما ادري هذا راح احصله في العالم الثالث، اول مره اشوفه يا اخي. انا ما استخدمت السيوف، تدروني ما استخدمت السيوف حتى في المقطع اللي راح قريت تعليقاتكم، في ناس قالوا عيسى هذا يا اخي مو سيف سموكر، هذا سيف ايش، هذا سيف يعني صابو اللي هو ذا. طبعا انا ما ادري يا اخوان يا شباب، والله ما ادري ان سيف صابو حسب حق سموكر، لانه تقريبا نفس الشيء. لكن يا اخوان بدي اتعلم من تعليقاتكم، والله يعطيك العافيه على تعليقاتكم، مستمتع والله في كل التعليقات، والله اني مستمتع مره 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 مره. طيب يا اخوان بقينا 3 ليفلات واوصل ليفل 180. احب اذكركم يا شباب على كل 300 مشترك راح يكون كود بقيمه 800 روبوكس. الكود هذا يا اخوان تضبيط زي ما ضبطتوني، فاشتركوا يا شباب حلو عشان يا اخوان اوصل 200,000 مره بسرعه، وصدقوني في كل مره اضبطوني والله اني راح اضبطكم اكثر واكثر 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 بدرجه انتم ما تتصورونها حلو. راح اسوي اي شيء في الدنيا دي عشان يسعدكم، وباذن الله انزل لكم محتوى يعجبكم حلو، بمونتاج مره خرافي وبتعب راح تشوفون هذا الشيء بعينكم. لكن كل اللي احتاجه منك عزيز المتابع اشتراك والله يعطيك الف عافيه. وبقينا ليفل واحد افتح فواكه بحظ المتابعين، خلينا نروح نلفل. مستر كرو بالله طلعني، مستر كرو يا اخي الله يسعدك يا مستر كرو، يوفقك دنيا واخره يا اخوان. سيف هذا مره رهيب، وربي والله سيف اقسم بالله يا اخوان سيف سابو انه مره حلو رهيب مره. يلا بقي واحد. ايزي يا شباب ليفل 181، جاء الوقت يا اخوان اللي افتح فواكه بحظ المتابعين حلو. راح تشوفون حظي خايس ولا حظي سيء، خلينا يا شباب نجيب المتابعين ونروح ايش، نروح جزيرة الغابة بسم الله وعلى بركة الله. اول واحد يا اخوان من ار 9 كيو، افتح فواكه بحظي خلنا نشوف. هذا اول واحد، انا اتحداكم يا اخوان اتحداكم لو الفاكهة طلعت رهيبة. اللايت لا يا اخوان، لا مي عندي ترى مبسوط، لا بدايه بشر خير، مي عندي شيء حلو. نايس
نايس والله والله نايس والله نايس. الله يسعدك يا ار 9 كيو والله شكرا شكرا اني معرق عرق الارض. هذا عندي في كل مقاطعي. الثاني يا اخوان جاء اللي هو اسمه محمد. المتابعين راح يضبطوني يا اخوان. قلت لكم شعور انك تكون مشهور والله شيء مره رهيب، شيء مره اسطوري. خلينا نشوف حظ محمد كيف. هل تتوقعون؟ احسه بيض. ها سبايك سبايك. دقيقه اعطيني اعطينيها اعطينيها. لا دقيقه اعطينيها اعطينيها. اتوقع نمي عندي. اتوقع شوف اذا نمي عندي شيء حلو. اوكي عندي. قلت لكم ما راح تطلع لي فاكهه افضل من فاكهه اللايت. اوكي هذا مين؟ هذا واحد اسمه انس، استرو انس. ويونس جاء لابس ريال مدريد. امبابي يا اخوان امبابي 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 امبابي. افتح فاكهه بحظي امبابي، افتح فاكهه بحظي. يا رب يا رب يا كريم يا رب يا كريم. اي فاكهه اي فاكهه. انا اي فاكهه مين عندي انا ترى راح اكون مبسوط والله. شوف شوفوا شوفوا. قلت لكم والله قلت لكم والله قلت لكم والله قلت لكم. كنت حاس والله كنت حاس والله. الله يعطيك العافيه شكرا مليون. ما قصرت حلو. ما اقدر اخذها. ايش اسوي فيها؟ ما اقدر ما اقدر ما اقدر. الله يعطيكم العافيه المتابعين شكرا مليون انكم ضبطتوني. الله يسعدكم سعاده ابديه وما قصرتم. كل اللي فتحوا فاكهه بحظي. كان حظي اليوم مره سيء يا اخوان. خلينا نكمل تلفيل لنوصل لفل يا اخوان 200 حلو. شكرا مليون ومع السلامه يا شباب. مع السلامه مع السلامه. يا اخوان الحين لازم الفل ولازم اوصل فلوسي 400,000. ليش؟ نفسي اجرب السيوف اللي هنا زي ما قلت لكم حلو. فابغى الفل واشوف اذا وصلت 400,000 وفي فلوس هنا. خليني اخذها. فلوس تهمني. يلا نقول بسم الله على بركه الله يا اخوان نبدا تلفيل نبدا تلفيل. اللهم لك الحمد ترضى لك الحمد رضيت لك الحمد بعد رضى. وصلنا نيو كويست. الكويست الجديد وين؟ الكويست الجديد في جزيره. مستر كرو تعال تعال مستر كرو مستر كرو. في جزيره قدام نقولني اياها. اي والله. يا اخوان السجن. عرفت عرفت السجن السجن. طيب يا اخوان وصلنا اللهم لك الحمد ليفل 197. بقي لي يا اخوان 3 ليفلات واسير نهايه المقطع. واذا وصلنا ليفل 200 راح اسوي حاجه واحده بس حلو. راح اسوي يا اخوان اني اشتري السيف اللي وعدتكم فيه اذا وصلت 400,000. 400,000 ايش فلوس؟ ما اتوقع اني اوصلها. ما اتوقع والله ما ادري اوصلها ولا ما اوصلها والله ما ادري. بس يا رب اني اقدر اوصلها. يا رب يا رب يا رب يا رب انهم يعطوني فلوس اني اقدر اوصل. يا رب يا رب يا رب. اتمنى اتمنى ابشوف ابشوف والله بشوف 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 هل اقدر ولا ما اقدر والله. اوكي باقي اخر واحد يا اخوان. موتوا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. والله ما اقدر اوصل والله ما اقدر اوصل يا اخوان والله ما اقدر اوصل والله ما اقدر اوصل والله. باقي اخر ليفل يا عيال. اخر ليفل اخر ليفل. والله المقطع هذا اسهل مقطع لفلته في حياتي. المقطع هذا ما تعذبت حرفيا. كل اللي سويته 40 دقيقة اني العب بدون ما استخدم اكواد. وصلت ليفل 200 يا اخي. الله يسعدك مستر كرو والشيخ سورو. واذا ودكم يا اخوان تطلعون في بثوثي تفاعلوا معاي وحياكم الله الديسكورد. والله اني ما راح اقصر معاكم يا اخوان. خلاص 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 ليفل 200 واخيرا والله اخيرا والله اخيرا. الحمد لله يا شباب. في المقطع الجاي احب اذكركم بالاختيارات يا اخوان. هل اجيب المتابعين يساعدوني ولا يا اخوان اتعذب والف لحالي؟ انا والله ودي اجيب المتابعين يساعدوني للامانه حلو. تمام باذن الله في المقطع الجاي راح اشتري الشيف ابو 400 يا شباب. مش انه والله ما ادري بس هذه كلها راح تكون في المقطع الجاي. تاكدوا انكم فاعلين زر الاشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان ما تفوتكم الاكواد حلو. ونشوفكم باذن الله في مقطع ثاني. سلام عليكم.